القدم، كل التفاصيل مهمة، كل شيء يمكن أن يكون جزءاً مهماً ومؤثراً في متعتنا بالتأكيد، ونحن ما ننتظر في هذه المباراة. مع كثرة التساؤلات ستكون الإجابة حاضرة من خلال هذا اللقاء. أحبتي الكرام في كل مكان، هذه تحياتي لكم أينما كنتم من ملعب سانتياغو برنابيو. نلتقي حيث تقام هذه المباراة في ظل حضور مميز وأجواء جميلة. يسعدني بأن أكون معكم، وهذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض. على أمل بأن تلبي هذه المباراة كل الطموحات والتوقعات، حيث سيكون المرينجي ريال مدريد في مواجهة سيتيزنز مانشستر سيتي. النتائج السلبية تتحدث عن حال الفريق في بداية الموسم، انطلاقة سيئة حتى الآن، هم في منطقة الهبوط، إذا استمروا بهذا الحال قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. ضربة جزاء لمانشستر سيتي، ركلة جزاء لكسر التعادل السلبي. مستحيلة هذه الكرة، شوف كيف جراها حارس المرمى يتألق. ردة الفعل في ركلة الجزاء، جون ستونز ابعاد ناجح للقطة. تقدم هجومي هنا، ممكن نشوف فرصة خطيرة. راية من الحكم في إشارة للتسلل الآن. من الصعب التوقع بمن سيكون نجم هذه المباراة، لكن من البداية نعرف بأن التركيز هنا على بيلينغهام. اللاعب عنده قدرة على تقديم الإضافة، يلعب الفردي مثل الجماعي، تفاهمه مع زملاء كبير ومميز. والآن مع فينيسيوس، بيعدي فيها، بمر بيعدي واحد على واحد، لكن إيدرسون هو أحسن واحد يتألق يتصدى لهدف محقق الآن. وبمبدأ الأمان تتشتت الكرة. كايل ووكر ينطلق بالكرة الخطيرة، رائع جدا حارس المرمى، تعامل مثالي في موقف بطولي، واحد على واحد، تصدي ممتاز، ردة فعل، تحرك، غطى المكان، الله على التصدي. يحصل على المساندة في هذه اللحظات، انتهت الفرصة خلاص، لا خطورة على المرمى. والآن مع هالاند، مندي بلا تردد يبعد الكرة عن مرماه. لاعب بيقطع الكرة وبيبعد الخطورة. هل نشاهد هدف بعد هذه التمريرات في منطقة الجزاء؟ يفتك الكرة بامتياز. لوك يا مودريتش، الكرة تحت سيطرتهم بعدما تمكنوا من افتكاكها والاستحواذ عليها. Informamos de que la nueva tienda del club situada en el fondo sur permanecerá abierta cuando acabe el encuentro. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. مانشستر سيتي يحاول استغلال الأطراف. هالاند تصدي لم يبعد الخطورة بشكل كامل، والعرضية تبعد والكرة بتروح وتنتهي الخطورة. أشعر وكأنها مسألة وقت وسيسجل مانشستر. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، محاولة كرة عرضية فاشلة، والكرة إلى ضربة مرمى. ناتشو فيرنانديز، كارفخال يتدخل وينجح في استعادة الكرة. مان سيتي يهاجم،
لكن هنا تنتهي هذه الفرصة. كان ممكن البحث عن حلول أفضل. ينجح في المرور في اللقطة الماضية. كرة للتقدم هنا. بيرلا ميندي. قرار سليم من الحكم بعدم تعطيل هجمة ريال مدريد. تاكلينج ممتاز. كرة بينية خلف المدافعين. الدفاع يغلق الطريق ويمنع الكرة العرضية. تصدي رائع هنا. ارتماء ناجح على الكرة. لم تكن كرة صعبة بالتأكيد. التمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. والآن مع هالاند. كان ممكن تكون هذه الكرة في المرمى بدلا من ضربة المرمى. ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندب عليه. الله على هذا التصدي. برافو حارس المرمى. فرصة لكرة مرتدة سريعة. فرصة كانت لهجمة مرتدة لكن لم تستغل بالشكل المطلوب. والتسلل الموجود في هذه اللعبة. فينيسيوس جونيور. والراية تعلن عن وجود تسلل هنا. قرار سليم. تسرع واضح في إرسال التمريرة قبل أن تتم العودة بشكل كامل والخروج من مصيدة التسلل. وهنا يحدث تحول في السيطرة. بينية شكلها ممكن أن تذكر عن شيء. دخول طاش في منطقة. فرصة للتقدم في المباراة. والهدف الأول في المباراة يأتي. الكل كان يعتقد بأن الفريق الضاغط هو من سيسجل أولا لكن الهدف يأتي في مرماهم. يا لها من دراما ويا لها من إثارة هنا في المباراة. والآن مع إعادة الهدف أكيد اللوم كله يجب أن يكون على الدفاع هنا اللي أعطى حرية كبيرة للفريق الخصم داخل المنطقة حتى لحظة تسجيل الهدف. شوط أول ينتهي هنا في ملعب. نعود إلى الملعب وأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء حيث يتقدم ريال مدريد في النتيجة حتى الآن. يتقدم بالكرة. هجمة مستمرة مشاهدينا. يا رب ما هذا السيناريو؟ ما هذه الدراما؟ هدف يأتي والرد يأتي عليه. نقطة نعود من خلالها لنقطة البداية. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. فرصة واحد على واحد الآن. صافرة وتسلل موجود في هذه الحالة. رودريجو. في التوقيت المثالي يأتي التدخل. وصلت إلى ألفاريز. فرصة للتقدم في النتيجة. تصدي خيالي. فرصة كانت قريبة جدا. رد فعل سريع كان السبب في إيقاف الخطورة. الكرة سهلة بين أحضان حارس المرمى. تشوف الآن فرقة مانشستر سيتي تصنع الكثير من الفرص والمحاولات على المرمى لكن يفتقدون للمسة الأخيرة. يجب التركيز أكبر في مسألة إنهاء المحاولات. لوكا مودريتش.
حكم يعطي الأفضلية لريال مدريد. يخترق ولديه مساحة. بلوك ممتاز. الله على اللقطة. مرتدة ممكن أن تكون سريعة. كرة مرتدة خطيرة مشاهدينا في ظل وجود ضعف التغطية من الدفاع. ينجح الحارس في التصدي. فينيسيوس. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. بيمر فيها بيعدي. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. يا الله، متابعة سريعة في المرمى. حارس المرمى لا ينام بعد أن جاء إلى قفل المرمى الأولى. يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. تعامل ممتاز مع الكرة، إنهاء الخطورة بعد انفراد صريح واحد على واحد. تدخل رائع. انظر إلى الانطلاقة، مساحة يتواجد فيها على الأطراف. إيدرسون يتدخل ولكنها مستمرة. وهنا التأكيد في المرمى. تصدي جيد من الحارس لكن غياب الدفاع يسهل المهمة. هنا تدخل حاسم هنا في 18. الكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس. لوكا مودريتش أمام المساحة للتقدم على الأطراف. وهنا قد تشكل خطورة. أوهو، فعلها من جديد وسجل ثنائية. من يستطيع إيقافه الآن؟ هل يكمل الهاتريك في مباراة اليوم؟ راحت الكرة من مانشستر سيتي. راحة كبيرة في التصدي هنا. إيدرسون. يا الله، كرة مجانية للفريق الخصم. مستحيل هذا التصدي يا إيدرسون. الكرة من هذا المكان. هذه الفرصة فرصة هدف محقق، لكن إيدرسون يرفض هذا الحديث. نشاهد ضغط متقدم من الفريق الآن. بتروح إلى مندي. كرة مع توني كروس. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطق خطيرة. يا رب، مستحيل. الكرة هدف على الطاير بكرة عالمية. هدف أسطوري. دفاع قوي وتدخل افتكاك الكرة. والآن مع غريليش. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل للفريق الآخر. يترك المدافع خلفه، يتقدم إلى الأمام. هذه لقطة ستبقى في الذاكرة بدون شك. فرصة انفراد تام، كيف له أن ينام بعد ضياعها بسبب التسديد بهذا الشكل؟ محاولة تسديد لكن المسافة شبه مستحيلة. ممكن راح نشوف بطاقة صفراء بعد هذا الخطأ. كارت أصفر في وجه لاعب السيتي بعد المخالفة السابقة. ألفاريز. كرة مرتدة فيها خطورة. ملعوبة شيب. يجب العودة. يا رب، هل شاهدتم كيف يسجل؟ انظر إلى المهارة، أي إسقاط، انظر إلى المسافة، أي ثقة. ينجح في هز الكرة في الشباك. فرصة كبيرة عند كيفن دي بروين. ما
محاولة لإرسال تشيب في المرمى، لكن الكرة بتروح بعيدة جدا وعالية أكثر من اللازم. الدقة كانت مطلوبة في مثل هذه التسديدات. نلعب الآن في الدقائق السبعة الأخيرة. ضاعت الكرة من لوكا مودريتش. تبريرة يضرب فيها ظهر المدافعين. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. انتهت الخطورة وحسم الموقف. هنا يتحول الاستحواذ للفريق الآخر. الحكم يعطي الأفضلية لريال مدريد. إيرلينغ هالاند. الهجوم المرتد يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. حكم المباراة احتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع في موقف واحد ضد واحد. يجب الحفاظ على التركيز في التعامل مع الكرة. القوة ليست الحل هنا. ضغط ممتاز، استعادة للكرة ضمن الثلث الهجومي. إيدرسون يتدخل